الغنية اللي سمعتوها معنا، أهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل اللي خلطت علينا توا. مازلنا معاكم نحنا نونسو فيكم حتى لل11 متاع الليل. تحية كبيرة للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا ولا على الغاديو ميد تونيزي بوان كوم. فوالا نذكركم في الموضوع اللي نحكيو فيه اليوم، نحكيو على الخوف، نحكيو على حكينا جوستومون على أسبابه أعراضه، كيفاش زاد أنواع الخوف حكينا عليها أون جينيرال، وقتاش يكون الخوف عادي وقتاش يكون مرضي. نذكركم اللي فاتت الفقرة هذه يلقاها موجودة في الباش فيسبوك متاعنا وياخذ أكثر تفاصيل. بعد شوية باش نحكيو في العلاج متاع الخوف، لكن توا أستاذ عماد غرايري باش ناخذوا مع بعضنا تليفون، أو التليفون معنا لليوم رمزي. عسلامة رمزي، مرحبا بك معنا على غاديو ميد. عسلامة أختي، يعيشك يعيشك، مرحبا بك معنا رمزي. قديش عمرك قل لي؟ 31 31 سنة، مرحبا بك معنا رمزي. دونك نخليك تسلم على أستاذ عماد غرايري وقاعدين نسمعوا فيك نحن رمزي باش نسمعوا مشكلتك. عسلامة سي عماد. مرحبا سي رمزي. عايشك يا خويا، مرحبا بك يا خويا. وبيك أكثر برشا بمعرفتك. يعيشك. برشا بمعرفتك ونسلم عليكم الكل ونسلم على راديو مات. يعيشك. مرحبا بك. ومتشوق ياسر باش نحب نعرف معناتها العلاج. لحالة الخوف هذا. اي العلاج اكيد في ساعتنا الجايه باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، لكن نحن معاك انت رمزي توا باش نسمعوا معاك حكايتك لليوم، وكان فما نصائح بتبيعها مانيش باش نبخلوا عليك. تفضل. باهي، انا توا عندي اقل من عام هكاك وليت عندي الخوف، معناتها الخوف من المستقبل، الخوف كل شيء مجهم عليه، كل شيء نحسه صعيب، حتى باش واحد يعمل عرس ولا حتى باش واحد يعمل خطوة جديدة في حياته باش يعمل مشروع، نخاف من كل شيء وليد. والخوف هذا عندي منه في العائلة، معناتها عندي أختي معناتها زادة مرضى هما بالخوف. دونك مناش ممكن تأثير. انت قبل رمزي، كان تسمح أستاذ ناخذ من عنده كلكو ديتاي، انت قبل 31 سنة ما كنتش عندك المشكلة هذيا؟ عنده عام. لا، كانت عندي ثقة كبيرة في روحي، كانت عندي معناتها عندي جرأة على الاخر، معناتها ما نخاف من شيء وكل شيء، ديما متفائل، ديما سعيد، ديما فرحان، فهمتني؟ الحكاية معناتها بديت بتيت معناتها بشوية بشوية، معناها فهمتني. شنو تعمل في حياتك يا رمزي؟ نخدم سوسيتي بريفي. باهي. قلت لي المشكلة بدات عندها عام، تتذكرش شنو اللي صار في العام هذايا أو في المدة هذية من وقتها؟ شنو الحاجة اللي قلقتك؟ والله ما أنا عندي وليت عندي النسوة برشا، معناتها من عليت عندي ديما نفكر في الماضي، فهمتني، ديما ما عشتش هكا صدمة ولا حاجة هكا نفسية هكا أثرت فيك رمزي؟ فما حاجة أثرت فيا، فما حاجة معناتها ندم كما نقولوا احنا، معناتها حبيت نعملها ما عملتهاش، ندمت عليها على الاخر وقعدت ديما نتحسر عليها، فهمت؟ مقلقتني ياسر معناها، فهمتني؟ قالت لي ما نقولش، معناتها بلو كنت نؤمن بربي انا، نقول ذاك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. دونك معناتها مين بيني بقي مانيش مقتنع، معناتها نحس روحي كنت نجم نكون افضل من الحالة اللي أنا فيها تو. نقول كان جيت أنا مثلا عامين 3 سنين التالي، راني معناتها وليت هكا وهكا، راني ولي عملت هكا وهكا، راني فهمت. دونك ديما نتحسر على الماضي برشا وليت. لكن الماضي إذا كان مش تقعد تحسر عليه وتفكر فيه، ما تنجمش تقدم لقدام، راه لازم تاخذ منه العبرة المشكلة. ما نجمش وتربح عندي وتربح الحاضر وتربح المستقبل. هذيك مشكلة ما نجمتش ننسى الماضي، ديما نحاول باش ننسي روحي، وباقي شيء معناتها ديما تقعد بريود تعاود ترجع لك اللحظة هذيك، فهمتني، نقعد يشدني الدم معناها، فهمتني. وتقعد ديما معناها مخك مبرمجو على شنو باش يصير من بعد، وتمشي شي ما ننجحش من بعد، وهكاكا معناها ديما تخمم في لي سيناريو. وليت عندي مثلا وليت عندي المقارنة بين نفسي وحد وعبد اخر، معناها في اللي في عمرك انت واللي يقراو معاك واللي هكيكا رمزي معناتها كيفي انا هكيكا
لا انت قلت ندخل في مقارنه، تقارن بين روحك وبين الاخرين اللي هما في عمرك، شو عملوا في حياتهم ودي شو عملت هكيك ولا لا. اي دي انا من عرفت ديما عندك المقارنه، ما نغزرش الحاجات اللي عندي معناها، فهمني؟ معناتها انا توا ماكش متكفي، ماكش فرحان بروحك. نغزر مانيش فرحان بروحي صحيح. حتى كان عندي فلوس، الفلوس ما تعني لي حد شيء، سي عندي كهرباء ما نحس ما تعني لي حد شيء، عندي دار كيف كيف ما تعني لي حد شيء، نخدم معناتها في ال في 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 اللي في اللي في سوسيتي، ما نحس ما كل شيء ما عادش عنده مطعم، ما عادش عنده جو معناها. شو نقول له استاذ رمزي في الحاله نتاعو هوني، شو نقول له؟ هو تويكا رمزي ماهوش حاله خوفك، هو عنده نوع من الاكتئاب والقلق اللي يلزمه يعالجه. انا ننصحه باش يعمل حصص نفسيه قبل كل شيء، خاطر ما فماش علاج توا معناها مش يدخل في اطار العلاج بالادويه، ينجم يتجاوز، خاطر عنده نوع من الوعي مهمه، ما وصل كلامنا في التليفون وكل شيء ويحكي على روحه بشكل هذايا، معناها عنده وعي ويحب يخرج من الوضعيه اللي هو فيها، يظهر لي كيف يعمل شويه حصص نفسيه نجم تعاونه برشا انه يشوف الامور بوضوح اكثر وما يقعدش مثبت في الوضعيه اللي هو فيها، ويعمل نظره مستقبليه ان شاء الله متفائله. انت ما شفتش قبل اخصائي نفسي رمزية؟ والله مشيت قبل اخصائي نفسي، وقتها حبيت ناخذ راحه من خدمتي، وقتها فهمتني خبيت وقتها، عطاني شهر وعطاني دواء باش نشرب. ما عملتش دي سيونس نحكي اي انت مشيت للطبيب نفسي الفرق بين الطبيب نفسي جوست، ما حتى ما حكيش معايا كيما نكاي، ما حكيش معايا جنة، جوست معني عطاني دواء قال لي اشرب وكهو، فهمتني؟ الدواء ما شربتوش، قلت له راني مانيش انا مريض باش نشرب الدواء، جوست عندي مشكله مقلقتني، جيت نحكي لك فيها باش انت تلقى لي حل، باش ما عرفش انا حتى في امور تنميه بشريه معناتها باش فهمت. هذا قبل نشط انا في تنميه بشريه، زاد معناتها عندي فكره على الايجابيات والوعي واللاوعي، فهمتني؟ ما في التطبيق، مشكلتي في التطبيق، ما نجمش نطبقه معناتها الشيء اللي تعلمته. لازمك شكون يعاونك؟ هذا اللي هو اللي ينجم يعاونك. لازم شكون يعاوني صحيح، نلوج على شكون معناتها من اخصائي نفساني معناتها باش نعلق نمشي له وما يعاوني قبل ما يفوت الفوت، خاطر ساعات بيني بروح نخم في الانتحار كما نقولوا. لطف عليك رمزي، لطف عليك، ما نحبش نوصلك للمرحله هذيك، نحب نوقف روحي من تو. شو هو الاستاذ عماد معناها شخص الحاله نتاعك وقال لك معناها لازمك تعمل دي سيونس عند بسيكولوج، واذا كان الحاله تستدعي انه من بعد نعطيه الدواء فما حتى معناها من الحصه الاولانيه. احنا ديجا حكينا فيه الموضوع هذا قبل معناها، هما لي بسيكولوج ولي بسيكياتر ديجا يخدموا مع بعضهم معناها. صحيح هذاك هو. اذا كان مش لازم باش نشربوا دواء نجموا نعملوا الحصص نتاعنا. واذا كان لازم لازم. اي فوالا، ما في اقرب وقت رمزي كي يبدا بقدرة ربي ينجم يخرج من هالحاله هذه، نتصور على حسب ما نسمع فيه تويك ما شاء الله عليه ينجم يتجاوزها بسهوله زاد. واضح رمزي؟ ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله. ما مع شكون المشكله؟ شكون باش نمشي للبسيكولوج؟ فما عندك معاي. عندك شوا وشوف الحاجه اللي تساعدك اكيد، ادخل على الانترنت. انا ماذا بيا معناتها تنصحوني بشكون نمشي معناتها، خاطر ماذا بيا انت وين؟ انت وين؟ انت وين بالضبط البلاصه نتاعك؟ ما نجموش نعطيوك اسم، اي ما نجموش نعطيوك اسم معين، فما برشا شوف في الانترنت تكتب سيكولوج اتونيست ويخرجوا لك سيكولوج في تونس. تلقى اكيد تلقى برشا مختصين في علم النفس يعطيهم الصحه قاعدين يخدموا في خدمه باهيه رمزي، وان شاء الله ترجع تكلمنا وتكون ارتحت من الحاله هذه اللي انت فيها. شكرا لك رمزي، يعطيك الصحه، تحيه كبيره ليك، تحيه للمستمعين الكل من تونس. فوالا انتم اذا كنت تحبوا تشاركوا معنا زيدا مرحبا بكم على 72 328 500. بعد شويه كما قلنا استاذ باش نحكيوا على العلاج، باش نركزوا عليه باكثر تفاصيل. العشاء غونديفو مع غالي البرهمي والاخبار الوطنيه والعالميه، مرحبا بكم الناس الكل. صوت ابو